اخوان هانا الاخوان هذا الشيء جديد ها هو حق كان قول نبيع هان اللي عنده الغارت هادي الشيف ديالي الشيف ديالي كيبيع هانا الاخوان ها نقاو هانا كاين شي مشاكل مره ديماري وكسير يا الخا والله الا ديماري وكسير يا اخ صراحه حديده نقيه سكته بيدي باش ايه انا الاخوان اللي عنده الغرف كانكو عاود يعمل فيها يعمل فيها عصاره قهوه يعمل فيها كلشي انا الاخوان لا تيشوف لك انا حيت دابا هذا كيبيع عندنا الشفاتينه كتعرف دائما عنده حديده كل مره الشركه عطيها حديده وهذه كتبقى هي غان باركيا يعني ما كيخدمهاش بزاف فهمتي كيخدمهاش بزاف المهم الاخوان هانا الاخو هانا هذا الموتور ديالها بقى نقيه الخاو انا كنقول لك شي حاجه نقيه يعني نقيه فهمتيني كيتفاهم ولا عنده مفاهمه الخاو هاول تحياتي الاخوان اللهم يسر الخاو ها هي مغبره شويه من هنايا حيت ما كيخدمش بها بزاف فهمتيني ما كيحركهاش بزاف راه الحديده ديالو فين هي الشيا مره هذيك مره وحده اخرى فهمتيني المهم هو ضاير مي كتكون عاود الضغط عاود كيحركها معاهم مره وهذا الشيء اللي كاين الاخوان تحياتي هادشي اللي كاين الاخوان تحياتي اللي بغاو ولا شي حاجه النمره فين هي يتصل مولاها فيكتي معاه او اقدر نزل لك النمره ديالي من بعد ندوزو لك ولا شي حاجه اسمع انا راه يقول لي ما تنزلش النمره لان شنك عارف دابا شاف شو دابا ساعه التليفون المهم الاخوان انا نخلي لكم النمره ديالو هنايا اولا ننزل لكم النمره ديالي لان هو شاف تبقى تعيط له دابا والساعه دابا والساعه ما يبقاش يعرف من الشيافار مثلا راه عنده شي 50 شيفر يعني كي شيافار بزاف يعني فهمتي تبقى تعيط ولا تعيط شي ساعه انا ننزل لكم النمره ديالي اللي بغى شي استفسار ولا شي حاجه يعيط ابل ما يدخلش الواتساب لان في الواتساب ما نجاوبكمش الدراري اللي باغيين هاد الطوموبيل هادي ما نقدرش نجاوب في الواتساب لان الواتساب عندي حاجات اخرين ننزل لكم النمره ديالو ديال الواتساب صافي النمره ديالو ديال الواتساب هي اللي ننزل تحياتي شي حاجه نقيه انا ما نقدرش ندخل راسي في مشاكل ولا شي حاجه فيها مشاكل جديده عندي بالتجربه طق طق رن صافي هادشي اللي كاين الاخوان وتحياتي